مشاهدينا مرحبا بكم في حصه توربو، الحصه اللي ولفتوها تطلع لكم بفقرات متنوعه نحاولوا من خلالها نجيب لكم كامل جديد عالم السيارات في الجزائر سواء في الاسعار الميكانيك وبزاف من الفقرات. راح نشاهدوا في هذا العدد جديد علامه جي ام سي الصينيه مع مدير التسويق مالا. بقوا معنا مشاهدينا. مرحبا بكم على شروم جويار موستا غانم. اليوم لوفيرتور محضرين معنا دو فواتور تي 50 ايفو ايو تور. كونسيرنون لو فواتور تي 50 ايفو عندنا فيه موتور 1.5 تي دي 197 شوفو كي في بار ميتسوبيشي الكتريسيتي بوش. Concernant le prix, à partir de 375 millions à 399 millions, il y a garantie 6 ans en 200 000 km. Pour le confort, on a climatisation automatique, caméra 360 degrés, écran 10 pouces pour les sièges à cuir. Et on a le toit ouvrant. Panorama. Concernant la deuxième voiture YouTube, familiale, fait à cette place. البري تاعها يبدا من 389 مليون حتى 425 مليون. الموتور 1.5 تي دي 197 شوفو كي في بار ميتسوبيشي الكتريسيتي بوش غارونتي 6 ans en 200 000 كيلومتر. Climatisation automatique, écran 10 puissants et pour l'intérieur c'est cuir, fait volant cuir et LED d'ambiance.
164 2005 بنا 164 واه حباها هاونا 164 كيتبيعها شات شري ما تشريش هو على باعها 164 شات شري راينا كليو جابونيه 130 مليون وقع زيد غادي حنا قالوا الوطاج ديتهم داخلين هكذا كملنا من الى اخره ما كاش شنو بدا عاش الناس والله احنا رانا من 250 رانا مساويين 118 يا باش الناس ديال مدريد ما كاينش ديال مدريد سيري مكتبش راه شي والله غير انا شي مكتبش ربي ما سطوش ما كاينش طلع ميزو قال لي خلص وعطينا كاش ما كاينش شي كاينه شي في لا ميزو خلص وجبنا الدوسي وما تصحيش على 6 شهور 5 شهور شهر كيجي منها ونعطيو لك ما والله ما تاع الهضره كاينه الهضره نبيعوها قبل الهضره كاينه صح والسوق ميم حنا تما الوطني يدوروا بزاف عندنا هنا في الجزائر ومطلوبين في السوق وما كاين لوغان السيمبول شتي الشومة لاكسنت بصح شتي الشومة راهي خيالية راك فاهمني كيفاه هي من باب انه شو المطلوبين لا بياس ديسبونيبل برك بصح في الركبة وفي الاخر وفي الموتير والاخر الكونفور بالنسبة للبرلينغو تكومباريها لي بسيمبول ولا بالاخر راهي ديفيرونس بزاف راك فاهمني كيفاه مشاهدينا مرحبا بكم في حصه تربول في العاده تاعنا اليوم حنتكلموا على ولا حنروح نشوفوا على من بين علامات اللي عاودت ولات في سوق الجزائر اللي هي علامات جي ام سي الصينيه واللي حنتكلموا عليها اكثر مع السيد علاء الدين فلاحي مدير تسويق للعلامه الصينيه جي ام سي. اهلا بك. مرحبا بكم عند جي ام سي، شرفتونا. رانا في الطبعه 26 تاع الصالون الدولي تاع الباتيماتيك. احنا خيرنا باش نكونوا في هذا الصالون باش نتقربوا اكثر من الزبائن تاعنا. ما يخفلكمش بلي كاين قريب 900 عارض في هذا الصالون ومجموعهم راهم زبائن تاعنا. احنا علامه نفعيه 100%، دونك نسوقوا الشاحنات، نسوقوا لي بيك اب، الحافلات. دونك حبينا نكونوا في هذا الصالون باش بالعارض بالزبون اللي يجي يشوف العارضين هنايا هما زبائننا يجي ديكوفريو لا غارم جي ام سي. نشوفوا لاغام جي ام سي عاودت ولات بعد هذه السنوات بلاغام اكيد متوسعة واكبر، رانا نشوفوها اليوم معنا. لو كان تقولنا شنو هي الاختلاف ولا شنو الاختلاف بين جي ام سي اللي كانت من قبل وجي ام سي حاليا؟ ما يخفاكم جي ام سي كانت حبست هنا في 2016 نهار كانوا حبسوا وقفوا الاستيراد. جي ام سي علامه سوقت اكثر من 50,000 مركبه نفعيه في السوق الجزائريه قبل 2016، والسوق الجزائريه سوق مهم ليها. دونك عاود ولينا مع موزع جديد اللي هو جي ام سي موتورز الجزائر، وحبينا ندخلوا في 2024 موديلات جديده كامل. اليوم مع الشريك تاعنا الصيني ديسيدينا نجيبوا اخر الموديلات اللي راهي تسوق في الصين. دونك كي نشوفوا في الكاميون جبنا اخر موديل اللي خرج في 2023، فيه كامل التكنولوجيا الاخيره تاع جي ام سي. جي ام سي علامه خدمت عوام كثيره مع ايسوزو، دونك راهي تخدم عندها جوان فونتير مع ايسوزو، عندها جوان فونتير مع فورد،
دونك علامه راهي تخدم مع علامات كبيره في العالم. والبيك اب جبنا الموديل الاول اللي دخلنا به اللي هو الفيغوس. نعم. ان شاء الله حيكون بيك اب جديد في الاشهر القليله القادمه. وعندنا الحافله. نعم. هذوما الموديلات اللي بدينا بهم وان شاء الله في الايامات القليله القادمه حيكون عندنا جديد ان شاء الله. نعم. قبل ما نتكلموا على جديد نتكلموا على لاحظنا انه المركبات اللي راهي النفعيه اللي راهم هنايا تاع جي ام سي كاع نشوفوا فيهم تطور يعني تكنولوجي كبير مسهم يعني حتى في الشاحنات الحافلات. ما يخفلكمش ان الصناعه الصينيه تطورت بزاف. احنا كنا الاسبوع الماضي كنا في الصين، كان لنا الشرف نزوروا معرض بكين تاع السيارات. نعم. راهم في عالم اخر من ناحيه الجوده، التكنولوجيا، المحركات، السيارات الكهربائية، رغم في عالم جد متقدم. سيارات صينية قاعدة الناس في رأسها بالك يقول سيارة صينية هاد شيء ولا ما كانش. اليوم رغم في سيارات على بوينت لا تكنولوجي كما نقولوا، فيهم كامل مواصفات الأمان، مواصفات راحة داخل السيارة، عندهم محركات. الصينيين يخدموا بزاف مع اليابانيين، مع العلامات اليابانية. المحركات تاعهم ديفلوبين كامل على العلامات اليابانية، ونعرفوا سمعة وجودة المحركات اليابانية. دونك اوجوردي جي ام سي قلت لكم بالخبرة تاعهم اللي داوها مع علامة ايسوزو مع علامة فورد. جبنا موديلات اللي راح تسوق في الجزائر اللي ادابتي للطقس اللي عندنا. نعم. شحال من موديل كاين حاليا؟ حاليا عندنا 3 موديلات. نعم. وفي كل موديل عندنا اون غام. كي نهضروا باريزون على الشاحنات، عندنا الشاحنه الخفيفه والشاحنه الثقيله، عندنا شاحنه دوبل كابين. راح يكون عندنا ان شاء الله الى حب ربي وقدرنا في هذا الصالون نجيبوا القلاب لا بين باسكيلون اللي الناس قاعده تستنى فيها. عندنا في البيك اب ثاني كاين اون سامبل كابين ودوبل كابين 4-2 و 4-4، وعندنا ثاني الحافله. نعم. هم ليك الموديلات اللي رانا نسوقوهم اليوم. وجديد اللي حيكون شنو هما؟ نوعين اللي حيكونوا جدد؟ يكون 3 انواع ان شاء الله. دونك يكون القلاب. نعم. يكون في الشاحنه الثقيله وفي الشاحنه الخفيفه. ويكون عندنا الكاميون ناسيل ان شاء الله اللي نخدموا به اللومينار اللي يمسحوا اللي يخلصوا به لي باتيمون ايتو. هذاك راح يكون ان شاء الله الى لحقنا وسعفنا الحظ راح يكونوا في الصالون بالك غدوه ولا غير غدوه. نعم. سعفنا الحظ يقدروا الزبائن يجوا يشوفوهم عندنا في قاعه العرض في رويسو ان شاء الله. سيد فلاحي، ملي اعلنت جي ام سي دخول ولا العوده للسوق الجزائريه بديتوا تستقبلوا طلبيات على لي موديل متوفرين؟ درنا ما يخفاكم كما درنا كما عرضناكم المره اللي فاتت في فيفري. نعم. درنا الافتتاح الرسمي للعلامه والافتتاح الرسمي لقاعه العرض في رميسو. بدينا نستقبلوا الزبائن الاولين دونك اللي يديروا بري كوموند دونك على لي فيكول تاعهم. رانا نستناو ان شاء الله في توزيع الكوطه 2024 باش نجيبوا الشاحنات تاعنا واللي بيك اب الاولين تاع الزبائن اللي داروا عليهم دي بري كوموند تسمى يستناو فيهم. دونك هذيك كاش بدينا. من جهه اخرى رانا ثاني نوجدوا في قاعه العرض كما يقول كاي دي شارج، دونك لازمنا 28 نقطه. عندنا 20 نقطة سينينا ورانا نوجدوا فيها اللي حيكونوا في الشرق، في الغرب. نعم. في الشمال، في الجنوب. رانا حنكونوا في الان رانا في 20 ولاية رانا نخدموا فيهم، وان شاء الله من الاكتوبر نكونوا 28 ولاية. دونك هاد العفسة احنا كما قلت لك من قبيل الشاحنات تاعنا عندهم سمعة في السوق الجزائرية. دونك احنا جبنا الشاحنة الجديدة. نعم. البرودوي راهو هنا، مي كاين ثاني لو سيرفيس. دونك حنا رانا جي ام سي موتورز الجزائر راهي رايحه تبازي بزاف على السيرفيس، دونك على خدمات من بعد البيع. نعرفوا بلي عندنا زبائن الوقت وقتهم من ذهب،
تحبس له الشاحنه ما يقدرش يخدم، راه القوت تاعو اليومي تكون شركه ولا يكون خاص يخدم بها. دونك رانا نخدموا على نقاط ما بعد البيع، راح يكون عندنا ان شاء الله فورفي فيدونج اللي بدينا نديروه راح يكون باسعار تنافسيه في السوق. يكون عندنا ثاني واسمو قطع الغيار الاصليه باسعار تنافسيه في السوق الجزائريه. دونك رانا حابين نوفروا كل شيء للزبون باش يخدم بكل ارتياحيه. شحال جي ام سي يمكن تطمح انه تستقبل عدد الطلبيات، ولا ما نقدرش نقول لك يعني شحال استلمتوا عدد الطلبيات، يمكن شحال كنت تطمحوا انكم توصلوا لعدد الطلبيات؟ ما من نهار بدينا 2024 الحق الحمد لله الزبائن راهم راضيين على المنتوج اللي جبناه، وعندنا طلبيات الناس راهي تسنى فيهم. مي حنايا واش انا دايرين اوبجيكتيف، رانا حابين نسوقوا 15000 مركبه في العام الاول ان شاء الله، ونشوفوا مع الوقت. كما قلت لك جي ام سي كانت تسوق في السوق الجزائريه 50000 مركبه. اليوم عندنا طموحات كبيره، عندنا موديلات جدد اللي ما كانوش يتسوقوا في الماضي. ان شاء الله ربي يوفقنا. يعني يمكن اكثر موديلات اللي تم عليهم اكثر طلب؟ الموديل الاول هو الشاحنه، شاحنه جي ام سي شاحنه غنيه التعريف في السوق الجزائريه، الزبون يعرفها مليح. وفي الرانكينغ الثاني عندنا البيك اب. البيك اب الثاني فيه دوموند كبيره، طلب كبير بالنوعين، يعني بالنوعين تاعو خاصه الشركات. البيك اب خاصه الشركات، وشاحنات اكثر البارتيكولي اللي يخدموا بهم لا ديستريبيسيون تاع لي برودوي. والحافله ما نقدرش نقول عليها راهي في مرتبه ثالثه، بدينا نسوقوها في رمضان اللي فات. الحمد لله راهي الطلبيات الاوليه فاتت، واش كنا طامعين نديروا في الطموح تاعنا في السوق الجزائريه الحمد لله. في الشاحنات نشوف حتى الان كوستار؟ لا شاحنات في الحافلات. والحافلات سي الكوستار، كوستار 30 بلاص، يعني حتى 30 بلاص. وان شاء الله رانا نخدموا على موديل ثاني باش يكون متوفر في الاشهر القليله القادمه. في شروط البيع واستقبال طلبيات بالنسبه يعني تتعاملوا مع الشركات وحتى الافراد، كاين شروط الدفع شحال يكون النسبه؟ شروط البيع حنايا قلت لك رانا في الطلبيات المسبقه، اليوم رانا نشدوا 5% من سعر المنتوج تاعنا. والباقي يكملوا حتى يلحق المنتوج للجزائر. يكون المنتوج هنا في الجزائر الزبون يكمل، ومن بعد هنا عندنا كل فورمول كيفاش كاين. اللي راهم يشرو بزاف بالبيع بالايجار، الشركات راهم يشرو بزاف بالبيع بالايجار، الايجار يتعامل مع البنك تاعو، حنا يجيب لنا غير بوند كوموند ونستناو حتى كي تلحق الشاحنه باش يكمل يخلص وكلش. دونك هاهم اللي كوش انا نطلبوا اليوم. الفلاس يكون عبر الشيك او الفيرمون، دونك ما نشدوش ليسباس عندنا. ومده التسليم شحال تتفاهموا مع عملاء؟ شحال مدة تسليم اليوم؟ رانا نستناو في الكوطة 2024. نعم. كيكون الكوطة 2024 مدة تسليم حتكون 90 يوم مور الكوطة 2024. إن شاء الله. غادي تلقونا، حنا عندنا
على ما اللي راه يتبعنا وراه يدير السوق الجزائريه سوق رقم واحد ليها. نعم. دونك في لا برودكسيون تم في الصين راهم يتبعونا، قال لك واش تحقوا نخدموا لكم ونبعثوا لكم اون بريوريتي. الحمد لله. دونك ان شاء الله غير يطلقونا الكوطا الشحنات الاولى نجيبوها باش نلبيو الطلبيات اللي جبناهم تاع الناس، واللي ثاني يكون عندنا شويه ديسكوني في الصوب وثاني باش نحطوا الشاحنه تاعنا في قاعه العرض اللي حنا في جوان ان شاء الله. سيد فلاحي، اكيد الناس يهمهم الجوده لكن يهمهم ايضا الاسعار، اسعار المركبات هذو ولا المركبات النفعيه والشاحنات والحافلات. اسكو راح تكون اسعار يعني اكيد مش راح تكون كما اسعار القديمه، راح تكون اسعار اخرى، لكن اسعار اسكو يعني في الطلبيه تلقاهم اسعار يعني مناسبه نوعا ما؟ باش نهضروا على الاسعار، نبدا بالبيك اب. عندنا البيك اب الارخص في السوق اللي رانا نسوقوا فيه، سامبل البيك اب، سامبل كابين ولا في دوبل كابين، هو ارخص بيك اب اللي راهو في السوق الجزائريه اليوم. الشاحنه بوش فيها وبالتكنولوجيا اللي جات بها، عندنا اخر تكنولوجيا اخر ديزاين تاع الموديل بسعر اقل في السوق. من هذه الناحيه خيرنا مع الشريك تاعنا باش نكون باش ندخلوا هكذا في السوق الجزائريه، باسكو عندنا فيزيون قلت لك باش نلحقوا 15000 طلبيه، ماشي باش باش نبيعوا زوج وثلاثه ونا اللي نشدوا. دونك سينا ندرسوا السعر، ما يخفالكش بلي ماشي سهله، واش صاري مع الامبورطاسيون من الصين مع ترونسبور اللي راهو غالي بزاف، الشحن راهو بزاف غالي. رانا نسيو نلقاو لو بون اكيليبر ان شاء الله، ومع الوقت ان شاء الله نزيدو نسيو نخدمو باش نزيدو نخفضو الاسعار ان شاء الله. هل جي ام سي تطمح انها تقوم بتركيب او تصنيع العالم تاعها في الجزائر؟ ان شاء الله يا ربي. عندنا من 2026 عندنا الشريك تاعنا اللي راهو جد طموح باش يكون هنا ثاني في التصنيع. عنده استراتيجي للجزائر، دايرها للجزائر، راهي في قيد الدراسه، مازال مع السلطات لطون نكملوا، ان شاء الله من 2026 نروح ان شاء الله يكون فيها مشروع للجزائر ان شاء الله. نشوفوا جي ام سي في الجزائر ان شاء الله بربي ان شاء الله. شكرا لك سيد فلاح على هذه التوضيحات، نتمنى لكم ان شاء الله التوفيق في السوق الجزائريه. يعطيكم الصحه، ميرسي بوكو، مرحبا بكم عندنا في سطون جي ام سي في لاباتيمات. شكرا.